محمد احترم وضع حدا لما قيل وسيقال، اختار هولندا وانتهت القصة في عقاب الجدل الذي خلفه نجم بي اس في ايندهوفن في الأونة الأخيرة حول المنتخب الذي سيمثله بالرغم من شجرته المغربية. الشاب الصغير البالغ من العمر 17 سنة ظهر رفقة أسطورة منتخب الطواحين والمدرب الخاص بالبرتغالي رونالد كومون حاملا قميص منتخب هولندا في صورة أغضبت من كان يطمح لرؤيته بالقميص المغربي. قصة إحتار هذه ليست الأولى من نوعها، فهي النقطة التي أفاضت الكأس. محمد أمين بهذا القرار الشخصي سجل اسمه في سجل من سبقوه في ذلك الاختيار مع مختلف المنتخبات الأوروبية والعربية، أسماء كثيرة فضلت أن تمارس الكرة رفقة المنتخبات الأوروبية بمختلف ألوانها بالرغم من جذورها المغربية. في طليعتهم ذلك الذي ارتدى قميص البارسا أفضل الأندية العالمية إبراهيم أفلاي الذي اختار هولندا عوض المغرب. سبقه لذلك القرار خالد بلحروز. مروان فليني فضل بلجيكا بعد أن كان قد مثل الأسود إلى جانب زميله ناصر الشاذلي. المنتخب البلجيكي وصل خطف المغاربة بحمل زكريا البقالي لقميصه. لاعب آخر فنان اختار اللاعب لمنتخب هولندا وأدار ظهره للمغرب أدم ماهر الأخير، وبالرغم من أنه ولد في المغرب اختار المنتخب الهولندي. منير الحدادي مثل إسبانيا ومعه إبراهيم دياز نجم ريال مدريد. عادل رامي يلعب للمنتخب الفرنسي ورفض حمل قميص الأسود. كان معه في ذلك القرار يونس قابول نجم توتنهام السابق. أسماء كثيرة غير المذكورة ذهبت في طريق تمثيل المنتخبات الأوروبية ولم ترغب في اللعب للمنتخب الوطني المغربي لعدة اعتبارات، ليس لأنهم لا يحبون وطنهم، والذي عبروا في الكثير من المرات أن المغرب يمثل لهم الوطن الدفء، لكن لكثرة المشاكل التي تعيشها الكرة المغربية فضلا عن التراجع المستمر للمنتخب المغربي الذي فقد بارقه منذ عقد من الزمن، حيث أضحى يحصد الخيبة تلو الأخرى دون إيجاد حل لهذا التقهقر الذي جعله يفقد نجوما فضلت اللعب لمنتخبات أوروبية على اللعب له.